ومنختم مع نهفة لطيفة ونغشة صارت على شاشتنا مسوى. ربا بتعرفي البث حي ومباشر مزبوط؟ طبعا بعرفه. شو الجديد؟ ركزي منيح. سمعتي مرة عن بث حي ومباشر؟ لا بس لا ما سمعت. شو طيب تعالوا نشوف شو صار مع زميلنا رمزي حكيم في حلقة من برنامج التاسعة خلال حوار صحفي أجراه عبر الفيديو وكيف دخل على الخط ضيف مشاكس غير متوقع. وليس حقوق للمواطنين الفلسطينيين هنا متأسف إيجار القط بس ماشي فالخير بسموه عندنا يستمر في نفس النفس.